بقول لك ايه يابا؟ نعم. ما تيجي تلعبني انا 10 الدومينو ولو كسبتني اديك 50 جنيه. ولو صرخت بقى زي النسوان وحمرقت. تعالى بس، تعالى وريني. مشكلتي ان انا خليت اقعد خمار زيي. لا يابا انا بتكلم جد. مشكلتي يا خفيف انك قديم يابا ولسه عايش في زمن الفهلاوه، مش عايز تعترف ان خلاص الدنيا اتغيرت. اسحب يا اسحب يا مش بقول لك يابا فهلاوي هتخسر في الاخر؟ اهي اول ورقه خد حظ عوالم يا قفلتها يابا. كان نفسي اشوفك معلم زي معلمين الحته، وبدل ما نعالي السيسي اللي على القهوه تقفش فيه لما يشوفوك يقفوا لك الكلام. يا سلام. طب اسحب يابا اسحب. خش يابا. تضحك على ايه؟ راحت يابا العصر. شفت؟ اديك اتغلبت. الدومنة ملهاش كبير، وأي لعبة فيها حظ، ودايما الورقة اللي مستنيها آخر الصف، يبقى كل ده بقى حظ ولا مش حظ؟ إيه ده يا بكلم الحكيم لقمان. العب يابا، العب 10 تانية كمان. يلا يلا يابا بقى. يابا أنت بقيت بتنسى تعد الورق يابا. يابا أنت كبرت وما بقتش مركز. عيش سنك بقى. خد يابا، خد يابا ال 20 جنيه دي، روح روح اخسرها على القهوة. بس كان نفسي أنا يابا اللي مد إيدي وآخد منك. انت بتذلني علي؟ بتعيرني؟ انا بصراحة بلاقي نفسي في القهوة. انت فاهم ان اللي انت بتقوله ده ما بيقطعنيش انا ولا ايه؟ انت فاهم انا عشان انت وامك بتصرفوا عليا بقيت جبلة وخلاص؟ لا يا علي لا. لا يوم ما مشوني من المصنع ما اعرفش اعذر ان انا اقف على مكانه الكبس، وادوني 10,000 جنيه مكافئة نهايه الخدمه. مش عارف اعمل بيها ايه؟ اعلمك بيها ولا اشرب بيها سجاير ولا اعمل بيها مشروع؟ مش عارف يا علي، ما عدتش عارف. يعني انت فاهم ان انا بيقول عليا ان ابني اللي كان نفسي يبقى اكبر معلم في السوق كله بيشيل زباله الورق بتاع الناس. الله اكبر. امك اللي قاعده في المراحيض بتاع الجامعه بتمد ايديها للبنات عشان تاكلنا. بص عليك يا علي، انا بتقطع يا علي. انت فاهم انتوا عشان بتصرفوا عليها بتسلوني. لا ما تقولش كده، ما عادش انا اكلم فيلا. انا بس مش عايز اسمع حد يقول عليك كلمه وحشه يابا. كلمه عشان انا بلاقي نفسي هناك. سيبنا روح اقعد على القهوه يا علي. روح يابا روح يابا. لا خد ال 20 جنيه. روح يابا والعب. خسارة وانا مش هتضايق. هديك غيرها كمان. مش هلعب قمار تاني الا دوم انا والله. بصراحة مش هلعب غير معاك. ولعلمك بقى المرة الجاية لازم اكسبك. خلاص طيب.